يأتي فجأة يزورنا بغتة، أهو من أعباث الصدف أم هو المكتوب في تراتيب القدر؟ يتسلل فينا مورثا الإعجاب، ويسري حتى يصنع الإنجذاب. يجتاح القلوب ليغير معالمها، يهدم فينا كل ما تحجر من فكر جاهلي، ثم يبني شبق الفرح في خوالجنا ليصنع السعادة فيها. يأتي ليعيد رسم وجوهنا، يسير على الشفاه فتخلق ابتسامة العفاف، ثم يمضي على العيون فتعمى ولا ترى إلا سواه. حائك العشق في أعلى درجاته، ومورث الألم في أوج انسحاباته، هو الإدراك في خيارة التفكير، والبيان في قمم التعبير، صانع أكناف السكينة، وأستاذ العقول في موضع الحكمة. خالق الهدوء وداعي السلام، نعم إنه هو، إنه الحب، إنه الحب.